Allah'a selam haklarda müşahidlerimizden duyardım nafiyken mazmunu cihattan bana şu hadiske münasip bir oradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun zinetur rahman Muhammedun zinetur dunya بهجتها محمد زينة الدنيا وبهجتها فاضت على الناس والدنيا عطايا محمد زينة الرحمن نفحته محمد كم حلا في اللفظ معناه المصطفى المجتبى المحمود سيرته حبيب ربك يهوانا ونهواه فخر الأنام ومصباح الظلام ومن أدناه خالقه منه سل عن يتيم قريش عن مواقفه كم قاوم الشرك فردا كم تحداه طفل يتيم طفل يتيم نتى الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا طفل يتيم نتى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه مسعاه
وصلاة الله توشى سيدي محبوب ربي أحمد المختار طه وعلى آل وصحبي يا نسيم الوصل هبي واسلبي عقلي ولبي إنني في قرب ربي راجيا غفران ذنبي قوموا بالقرآن قوموا قوموا بالقرآن قوموا وبذكر الله هيموا وتنادوا يا رحيم إنها ساعة ربي وعليكم يا صحابة وعليكم يا صحابة للنبي نعم الإجابة عندما جاءت سحابة بالرضا من غيث ربي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.